منها الاستعدادات والأجواء وشكل الصالة واللاعبين لما قبل المباراة. اتفضلي هنا. برحب بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وزي ما حضرتك قلت من داخل صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، هنقول لكم بقى كل الاستعدادات وكمان الاجواء قبل انطلاق المباراه المرتقبه ومباراه طبعا الجوله التاسعه من الدور الترتيبي من بطوله دوري السوبر بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. بالتاكيد طبعا كل التوفيق لرجال النادي الاهلي النهارده، يعني رجال النادي الاهلي طبعا متصدرين جدول الترتيب، يمكن نادي الزمالك ثالث جدول الترتيب، فان شاء الله بقى النهارده يفوزوا في المباراه ويعززوا صدارتهم لجدول الترتيب. خليني بقى اكلم حضراتكم عن استعدادات الفريق، يعني الفريق كان اختتم تدريباته امس هنا على صاله الامير عبد الله الفيصل، كان عندهم تمرين الساعه 6 مساء، والنهارده بقى كان عندهم محاضره فنيه بالفيديو الساعه 4 مساء مع طبعا مستر اجوستي بوش، عشان بقى يناقشوا كل الامور الفنيه والخططيه المتعلقه بمواجهه الزمالك، لان طبعا زي ما احنا عارفين انه اكيد مباريات النادي الاهلي والزمالك بيكون ليها طابع خاص، واكيد الفوز بيها بيكون يعني الاقرب لقلب كل جماهير الاهلاويه، فبالتاكيد زي ما قلت كل التوفيق لرجال النادي الاهلي النهارده. خلوني كمان اقول لحضراتكم على قائمه النادي الاهلي، يعني يمكن قائمه النادي الاهلي كامله، مش ما فيش اي غيابات جديده غير يمكن غياب اللاعب محمد ابو نصر طبعا بعد تعرضه لاصابه في السمانه، يمكن هيغيب على الاقل لمده اسبوعين، فبالتاكيد بنتمنى له الشفاء العاجل ويرجع بقى مره ثانيه اكيد يزين قائمه النادي الاهلي. ويمكن بقى في خبر الحقيقه صار لكل الاهلاويه، وهو عوده الماجيكو ايهاب امين مره اخرى لقائمه النادي الاهلي، يمكن يعني شفناه بيتغيب عن اخر مباراتين بعد فتره التوقف، لكن بقى النهارده ان شاء الله هيكون متواجد في قائمه النادي الاهلي، يعني مشاركته في المباراه اكيد هتكون رؤيه فنيه لمستر اوجستي بوش، لكن بالتاكيد هيكون اضافه قويه لقائمه الفريق. خلونا بقى دلوقتي نروح لفريق الزمالك، يعني بالتاكيد برضو مركز بشكل كبير لمواجهه النادي الاهلي، امس اختتموا تمريناتهم، كان عندهم تدريب ايضا مسائي، لكن يمكن قائمه الزمالك مكتمله، ما فيش اي غيابات او اي اصابات، زي ما قلت مركزين بشكل قوي جدا، يمكن متواجدين في الصاله من الساعه 4 العصر، مركزين زي ما قلت بشكل قوي جدا، اكيد ايضا هدفهم الفوز في المباراه النهارده. يمكن الزمالك زي ما قلت ثالث جدول الترتيب، خسر مباراتين في الدور الاول، مباراته امام النادي الاهلي بنتيجه 70-69، وايضا مباراته امام فريق الاتحاد بنتيجه 83-72، لكن بالتاكيد ان شاء الله يعني نكون على موعد مع مباراه قويه بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، ويمكن بقى زي ما عملناها في الدور الاول دور الذهاب وفزنا على فريق الزمالك في 100 عقبه، ان شاء الله بقى كمان النهارده نفوز في دور العوده ونكون بنحتفل مع جماهير ومشاهدي قناه النادي الاهلي عقب الفوز. طبعا مع حضرتك يا كابتن هيثم لو مع حضرتك اي استفسارات، والان عوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. هنا ابو القاسم بشكرك شكرا جزيلا، حقيقه ما سبتناش اي فرصه او اي استفسار، غطيت لنا كل النقاط المهمه قبل المباراه، بشكرك يا هنا، ونرجع لك اكيد بعد المباراه ان شاء الله.